اهلا يا عارف، الو، مساء الخير. تحياتي لحضرتك اهلا وتحياتي لضيف حضرتك. اهلا بيك، اهلا بيك يا عارف، اتفضل. انا كان نفسنا نفرح بصراحه بالنسبه للمنتخب بتاعنا في كاس العالم. كلنا والله. لكن انا عايز اتكلم في كام نقطه بسرعه. اتفضل. اولا، في حاجه ممكن نستفيد بيها حاليا، ان الكابتن عصام الحضري انا ما اعرفوش معرفه شخصيه وماليش علاقه بيه، بس هو اكبر، لو شارك المباراه الجايه يبقى اكبر لاعب سنا شارك في تاريخ المونديال. يبقى عندنا لاعب مصري لما يجي التاريخ يتكلم هيقول ان في لاعب مصري اكبر لاعب شارك في المونديال سنا هو المصري عصام الحضري. فياريت الماتش الجاي يلعب عشان الرقم القياسي ده يسجل باسمنا احنا كمصريين نستفيد، يبقى عندنا رقم قياسي بالنسبه لنا. دي اول نقطه. وعموما هو سواء كده ولا كده موجود معاهم هناك في روسيا، واكيد هو مؤهل انه يلعب. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، في مشكله عندنا في قطاع الشباب والرياضه. أيوة. احنا مش رايحين تمثيل مشرف، احنا المفروض بنروح كاس العالم بننافس بنلعب. يعني النهارده انا شفت نيجيريا بتلعب، كسبت، السنغال كسبت، المغرب خرجت وخروج مشرف، لكن احنا ما عملناش الدور اللي المفروض نعمله. اولا عشان ننافس على كاس العالم في روشته لازم نشتغل عليها. النقطه الاولانيه، الاهتمام بقطاع الناشئين في كل الانديه، لان قطاع الناشئين ده اللي بيطلع الخامه اللي بتوصل للمنتخب. قطاع الناشئين في كل الانديه عشان نكون متفقين، في فساد وفي عنصريه وفي حاجات كتير المفروض تتعالج. يعني انا يكفيني اقول لك ان محمد صلاح راح يلعب في نادي كبير هنا في مصر، ما رضوش ياخدوه، سافر اعترف بره بمحمد صلاح بيلعب في ليفربول. ما كانش معاه واسطه ولا ايه يا فندم؟ ايه؟ ما كانش معاه واسطه ولا ايه يا استاذ؟ لا، ما كانش معاه واسطه. ما كانش معاه واسطه عشان هو مواطن مصر بسيط، راح واجتهد ومع الاسف النادي الكبير ده رفض ياخده وقال له لا انت ما يعني ما يعني مش عايزينك، ما ينفعش تلعب كوره. وبعد كده راح المقاولين؟ لما سافر بره عندنا محمد صلاح، العالم كله بيعرف محمد صلاح وهنا بنفتخر بيه. فقطاع الناشئين في كل الانديه في مشاكل. تمام. معايا حضرتك؟ تمام مع حضرتك. النقطه الثانيه، لازم الدوله تشجع الاعتراف بالنسبه للعيبه المصريه، يعني اي لاعب مصري يجي له ده شهر الدكتور عمر، ان لازم نساعد ونسهل قوانين الاحتراف وشروطها، لان اللاعب لما بيطلع يلعب بره في الدوري بيتحسن الاوروبي بيتحسن جدا، ده بياخد خبره. طبعا. يعني عايزين يبقى عندنا على الاقل 100 او 200 او 300 لاعب مصري معترف موجود في الدوري الاوروبي، دول هيبقوا هم اللي يمثلوا المنتخب. دي نقطه مهمه لازم نشتغل عليها. مع الاسف الاهلي والزمالك يقعدوا يتخانقوا على لاعب وخناقات وقواضي ومحاكم، مع العلم احنا لو شجعنا اللعيبه بتاعتنا انها تحترف بره هيكتسبوا خبره ويبقى عندنا منتخب. وصلت النقطه يا فندم، وصلت يا فندم، وصلت. تحب حضرتك تضيف له اي حاجه؟ بس لا بس بكلم